في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، حصلت الكلية العسكرية التكنولوجية على شهادة الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وأكد مدير الكلية العسكرية التكنولوجية اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى دعم القوات المسلحة للمنظومة التعليمية والبحثية، فضلا عن اتباع أفضل الطرق لضمان جودة التعليم وتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن.